السلام عليكم. اليوم نعود إلى المشروع تاع المحطة الجديدة تاع خنشلة، محطة السكك الحديدية، اللي حسب رأيي تعتبر أجمل محطة من المحطات الجديدة التي تم إنشاؤها في الجزائر. أجب يا ربي هذه أجمل محطة يتم إنشاؤها، حيث أنه انتهت كل الأشغال تم تدشينها من طرف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون. إذا نخليكم تتابعوا، ديروا جولة في أرجاء هذه المحطة الرائعة، إذا بعد اكتمال كل الأشغال بها. إذا نترككم تتابعون، السلام عليكم.